فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس جيت الدبي لبعتناد أي نكجهد لينهد يموين كإبليس ك إيوه خططها واستعمالها ودتك كوها بابية نوعية ذاك الدوان. وحين وقي بين الدرس جينا الله قي بود قي بأي نري ومعلومات جود وأين وجود تلقى الله يقف وين وأقوم جود كي كهرو شيطان كي بهدي سايو تاريخ دوده إيه نلشو ده يهب دقن كوده قيب تاسوح إنه أهيد شن إيه لباتن عشر بينو كدقني ما أنت أوت دبي لباتن إنه تاجن هاي وقيب تي لبات وإنه قتلا قلي قيب تا كساب سن دقن جلنتا إيه كدقن كا أما هدي الله يراه هذا شرودا يا أقوان تلقى الربا روح الربا إنه نفتي سكبت بعدي أما الدوئيو أما أهل كيس الدوئيو أما إن كلو وحمودي بقود دوئيو وحيا له كل دوئين ربا يدوئين كأو إنه كهل دونا بينه نري وحين مركا كبل لوني روح محاكو لا دوئين يا عدو الردا روحي كأه أما عود الردن جنك إيا سحرك إيا إيش إيا وحي لمدا روحي الربا إنو الدوائيو إساقو هاي استوائين أيو أما أسردي سبا هلا صوير روح الدوائين أيو أما خلقي كلو مسلمين بها وقرقار أيو محلوغ بهاي وقضبك أينو كجر ري إلا جمعيه هوري هدي ألا سعوتين إلا يصدحي طبان قضب ولو جب هاي هاي روح معالج كأي واحد طبيب الربا أيه نكسر هذا الله وأيه نتلمام أيه نقول دلولو يكلو قصور دعي كره روح مداوي كأي واحد داوين يا عالم كأنه أركين إنه ولد قال مرة ربا سيدابو نفتي سنة وجبت بعدين كره أمدنا وجو جرجاري كره وحين نكسر هذا الله صدحية طبعاً قطب قضبك وجودا بيا مركا وحي انه نري روح معالج كاهي وحده وين يا وحا لوغه باهي هي انه تحصينات ايو دفيسيو ادي الله يراهدو اما غاشان انه سميستو او نفتيسا كو بدبادينيو سي ان وحيه لوغه سو غارين هدي الله يرا مخلوقات كا عدوغا اه الهي سبحانه وتعالى انه ورمي ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قضبك وجوه الرئي وحين كسر هذا الله إخلاصك قضبك إلا بعضنا وحين كسر هذا الله العبودية قضبك الصدحات عشر كينا كساب سنة وحين كسر هذا الله لزوم الجماعة قفك معالج كأه واحد وين يا أما يستوين يا وإنه هدو رجيا هاي أول لازم جمع مساجدك جمع محاك ولا هذا عبادة الصلاة ده إيه فضلك إله ذهينا وحبينو كتل ماني وحينو صوت المانوك لو إنو أقون أولي يهي قدري تايبة كتابك عليه سنة الرسولك
waa inuu aqoon u leeyahay ayaynu soo nidhi. Qodobka shanaad ee maanta casharkeennu ka bilaabmayo waxaa loo baahan yahay ruuxa mucaalijka ah ee u noqonaya gaashaan bir ah oo aanu cadowgu jaanis u helaynin inuu ruuxa muslimka ah ee dagaalka gelaya ee cadowga la dagaalamaya inuu alisticaana billaahi tabaaraka wa tacaala. Ruuxa muslimka ahi haddii uu naftiisa badbaadinayo iyo hadduu naf kale u gurmanayaba waxaa lagama maarmaan ah alisticaanata billaahi tabaaraka wa tacaala, inuu ilaahay isku xidho, ilaahay gargaarsado. waxaa dhici karta oo in badan dhacda, waxaan qodobkaa u leeyahay, waa dabin halis ah oo uu u ridi karo Ibliisku cidda la dagaalamaysa. marka waxaa looga baahan yahay mu'minka mucaalijka inuu ilaahay keliya gargaar weydiisto, waana dabin aad iyo aad u halis oo in badan uu uga faa'iidaysto makhluuqaadka. waxaa laga yaabaa ruuxa mucaalijka ah markuu qofka qur'aanka ku akhriyo in carabka qofka bini aadmiga ah wax isku labahaya ay ku hadlaan oo magac sheeganaya Ibliis ama shaydaan ama jin wuxuu doonaba ha ahaado. wuxuu isku dayayaa shaydaanku inuu ku yidhaahdo waan kula shaqaynayaa, waan ku caawinayaa, waan kuu soo warramayaa, meelaha fog baan kaaga soo warramayaa, aan isgargaarsanno oo aan iscaawinno oo aan kula shaqeeyo buu ku odhan doonaa. inaad aaminto ma aha. shaydaan qof bini aadmiya ku tacadiyey oo ku xadgudbay oo imika ku jira macsi iyo dhulmi ku jira inaad aaminto tiraa ila shaqee, waa qodobka ugu horeeya uu kula eeganayo. haddaad aamintana wuu ku khiyaamaynayaa, waa kaduub been badana ah oo khaa'in ah oo garuur ah, waa khiyaamo badane. haddii aad shaydaanka ama Ibliiska carabka qofka bini aadmiga isticmaalaya aad aaminto oo aad isticaano weydiisato, halistii ugu horreysay ama dabinkii ugu horreeyey ayaad lugta la galaysaa. ilaahay iyo rasuulkiisuna waa inaga maanaceen inaan mujrim iyo dhaalim aynu isticaano weydiisanno, gargaar aan weydiisanno. arrinka rasuulku calayhi salaatu wasalaam masalada muggay leedahay darteed wax badan wuxuu muslimiinta ku tarbiyeeyey inay ilaahay oo keliya isku xidhaan. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdillaahi ibnu cabaas la dardaarmaya, yaa ghulaam innii ucallimuka kalimaatin, waa tababar iyo tacliim ereyguu nebigu isticmaalay, ucallimuka kalimaatin, waxaan ku barayaa kelmado. wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sii awdayaa goldaloolo uu uga soo dhici karo Ibliisku dadka muslimiinta ah xilli kastoy joogaanba. ixfid illaaha yaxfadka, ixfid illaaha tajidhu tujaahak, idaa sa'alta fas'al illaah, wa idaa istacanta fastacin billaah. maxallu shaahidka ujeedadeydu waa intaa, idaa sa'alta fas'al illaah, wa idaa istacanta fastacin billaah. haddaad baryootan rabto ilaahay baa kaafiya, ilaahay bari. haddaad gurmad u baahan tahayna ilaahay gurmad weydiiso. marka ha ku dagmin qodobka ah inuu Ibliiska iyo shaydaanka qofka ku jiraa kugu yidhaahdo waan kula shaqaynayaa ama akhbaartan kuu keenayaa ama waan ku caawinayaa, marnaba ha ka yeelin. waxaad leedahay haddaad ku jirtaa dembi, makhluuq aan ilaahay kuu ogolaanin baad dhibaysaa oo dhexdiisa ku jirtaa, waxba aniga ha ii gargaarin. addoonkan ilaahay nabadgeliyo, lafahaaga aakhiradaada u turo inaad waanisood wacdido, hadduu waana qaadanaya. masalada isticaanada
meel badan buu ibliisku muslimiinta uga fadhiistaa. Sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratul ikhlaas waa suuradda caqiidada ka hadasha, baa ilaahay wuxuu ku soo daray allaahu samad, qul huwa allaahu axad, allaahu samad. ilaahay waa axadka la irkado ee hawli markay imaamtimaado ilaaha dhabarka la saaree la gargaarsado waa allah tabaaraka wa tacaala. waa suurat alikhlaas waa thuluthu lqur'aan. qur'aanka marka saddex meelood loo qaybiyo hal meel bay la ajri tahay halka mare la aqriyo. ilaahay wuxuu inagu baray oo inoogu sheegay inuu ilaahay samad yahay. masalada caynkaase ibliisku wuu og yahay halista caqiidada ah ee ku jirta, marka wuxuu isku dayay iska dhaaf hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.